صحيح أن الحضارات القديمة المعروفة مثل بلاد الرافدين ومصر القديمة كانن على أعلى مستوى من التعقيد والغنى الفكري، بس هاي الحضارات كانت متقاربة جغرافيا ووحدة أثرت بالثانية بطريقة أو بأخرى. فاللي نحتاج نعرفه هو هل إذا رحنا الحضارات بعيدة هم راح نلقي آثار فلسفية؟ خلينا ننتقل لا متر ولا مترين، بل أكثر من 12,000 كيلومتر. تحديداً نروح الحضارات أواسط أمريكا القديمة أو الميزو أمريكا، وأكيد راح يجيب بالكم حضارة المايا وفيلم أبوكاليبتو مال مو جيبسون وراح نحكي عنها. بس مثل ما مشينا بالسلسلة لحد الآن بالترتيب حسب القدم وحكينا بالمصادر الأولى للحضارات، فما يصير نذكر المايا بدون ما نذكر الحضارة الأم لها والباقي حضارات أواسط أمريكا، واللي نادراً ما أحد يعرفها بالمقارنة ويا المايا والتولتك والإنكا والأزتك، وهي حضارة الأولمكس. بداية لازم نوضح المصطلحات. الآثار تنقسم لثلاث أقسام رئيسية: قسم أركيولوجي أو أثري يهتم بالبقايا المادية اللي تركها الإنسان من أبنية وأدوات وتماثيل وغيرها، وقسم باليونتولوجي أو أحفوري يهتم بالمظاهر الحية بالماضي مثل الهياكل العظمية للمخلوقات بشكل عام، وأما المتروكات العضوية الإنسانية فيكون لها علم الباليوأنثروبولوجي، وأخيراً القسم الثالث هو الأثر الأنثروبولوجي أي الإنساني، ويهتم بالآثار المدونة أو الأنثروبولوجيكال أنتيكويريز اللي تحمل قيمة فكرية إنسانية مدونة مثل اللي نشوفه بورق البردي أو الألواح المسمارية أو الرسومات الهيروغليفية وغيرها. الحضارة اللي دي نحكي عنها هنا الأولمكس كانوا ضحية تخريب الأسباب هواي، منها سياسية ومنها طبيعية، لذلك آثارهم الأنثروبولوجية المدونة شبه معدومة، ولكن آثارهم الأركيولوجية واضحة للعيان وموجودة. نعم، علماء الآثار يقدرون يفسرون الآثار الأركيولوجية وطلعوا منها فكر ومعتقدات، بس بلا شك راح تكون مو دقيقة بشكل الآثار المدونة. فمثلا قصة الخلق السومرية وكتاب الموت المصري بهن تفاصيل مستحيل إنها تنذكر بأي طريقة غير التدوين. بعد هالملاحظة الأولية خلي نبدي بحضارة الأولمكس. الموقع المكسيك الحالية وضواحيها الزمن حوالي 1200 قبل الميلاد. بزغت حضارة الأولمكس بفضل المكان الخصب وسهولة الوصول للمياه بخليج المكسيك، مثل ما كان الحال بمصر القديمة اللي اعتمدت على النيل والرافدين اللي اعتمدت على الرافدين. هاي الحضارة يلفها الغموض من كل اتجاه، فحتى اسمهم الأولمكس هو مو الاسم اللي هم حاطين نفسهم، وأصلا لحد الآن ما نعرف شنو اسمهم الحقيقي، لأن الأولمكس هو اسم أطلق عليهم شعب الأزتك اللي إجوا بعدهم بما يقارب 2500 سنة، ومعناه الحرفي رجال المطاط باعتبار منطقتهم كانت معروفة بشجر المطاط. أبرز أثر خلف الأولمكس وراهم واللي ما قدر أي مخرب يأثر به هو هاي الروس العملاقة اللي عليها خوذ أو قبعات. هاي التماثيل منتشرة بالمنطقة بشكل غريب وبارتفاعات توصل لأكثر من 3 مترات وأوزان تتجاوز 8 أطنان. يعتقد أن هاي المنحوتات كانت تتمثل ملوك الأولمكس بالمنطقة اللي تم تقديسهم بهاي الطريقة، وأكو قالوا أنهم حراس المعابد الكبرى وحمل الأرواح الآلهة. زين، شلون تم نحت هالأحجار؟ بعد ما دقق الباحثين بالمكان ما لقوا آثار الأدوات غير الأدوات المكونة من الحجر. زين، أدوات حجرية بسنة 1200 قبل الميلاد، يعني هاي الفترة كان العصر الحجري منتهي بها والمفروض أنه هسه عصر برونزي، شلون رمت؟ الجواب هو أن العصور القديمة ما مشت بكل العالم بنفس الوقت. العصر الحجري بمصر مثلا انتهى حوالي سنة 3100 قبل الميلاد، بلاد الرافدين انتهى حوالي سنة 5000 قبل الميلاد، بلاد الأمازيغ انتهى حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، بينما بمكانات متأخرة مثل حضارات أواسط أمريكا كانت بلاد الرافدين واصلة للعصر البرونزي ومكتشفين برونز وموظفين ومستخدمين، بينما الأولمك بعدهم ما مكتشفين ولا موظفين غير الأحجار. تخيل الموضوع مثل لعبة Age of Empires إذا تعرفوها، لعبة استراتيجية قديمة كل ما تجمع بيها موارد أكثر وتزدهر أكثر تطور عصرك، بينما اللي يبقى بدون موارد ما يتطور، فتوصل أنت العصر حديدي بينما خصمك المتأخر يكون بعد بالعصر الحجري. زين، غير هاي التماثيل والمنحوتات شنو ترك لنا الأولمك؟ مثل باقي الحضارات القديمة ترك الأولمكس آثار عن النماذج الأولية للفلسفة بجانبها الميتافيزيقي،
فآثار الإيمان بعالم آخر كانت واضحة، والباحثين قدروا يطلعون أوليات الفكر الفلسفي عند الأولمكس، وشافوا أنهم كانوا يقسمون العالم لثلاث طبقات: الأرض اللي هي مكان الحياة اللي يسكنها المذنبين من البشر، والسماء اللي هي مكان القداسة والتأليل اللي يسكنها البانثيون، والعالم الآخر اللي ينتقل للإنسان بعد الموت. الأولمكس بسبب تقديسهم وإجلالهم للطبيعة كانوا يشوفون أنه بوابات التنقل بين هاي العوالم الثلاثة هي كذلك من الطبيعة، فالكهوف مثلا تنقل الإنسان للعالم السفلي، والجبال اللي بها ينابيع المياه تعتبر بوابات ثلاثية ينتقل الإنسان بيها بين الأرض والسماء والعالم السفلي. عبادة الأولمكس بشكل واضح كانت متعددة، فآلهتهم ما تختلف هواي عن باقي الآلهة بذاك الوقت، فأكو آلهة للمطر وآلهة للأرض، بس بشكل مختلف أكو آلهة للذرة. بسبب أهمية الذرة بوقتهم وحصرية إنتاجها يمهم واعتمادهم الكلي عليها، كانوا يشوفون أنه أكو آلهة تطلع الذرة من رأسها وتهديها لشعب الأولمك كهدية على إيمانهم بها وصلاحهم. مثل ما قدس الأولمكس الطبيعة، قدسوا الحيوانات كذلك. تقديس الحيوانات شفناه بكل الحضارات القديمة اللي عرفناها لحد هسه، فالمصريين والسومريين مثلا كانت آلهتهم هي أنصاف حيوانات أو عندها على الأقل صفات حيوانية. الأولمكس كانوا ينطون أكبر قدسية للحيوانات اللي بأعلى الهرم الغذائي مثل الفهود والصقور والتماسيح، فكانوا يشوفوهم مخلوقات إلهية، بل ملوكهم من يوصلون المراحل العليا بالإيمان ممكن يتحولون إلى حيوانات مفترسة ويقضون على الأعداء. لهنا نكون شفنا اللي قدرنا نعرفه عن هاي الحضارة اللي للأسف طالت هيئة الدمار، ولكن الشيء الزين إنه تأثيرها واضح وملموس بالحضارات اللي جت وراها، وهي اللي راح نستكشفها ونشوف أفكارها وفلسفتها بالحلقة الجاية من شجوة، فخليكم متابعين.